برج الجدي اليوم 3 نوفمبر 2023. برج الجدي انت عندك امور كتير هتكتمل وراحة بعد تعب. الفترة اللي فاتت عدت عليك زي ما تكون في دوامة وما كنتش لاقي اللي يدعمك وياخد بايدك، ولكن ان بعد العسر يسر. عاطفيا انت قلبك في مكان وعقلك في مكان تاني، عندك طاقة تعلق عالية جدا. الانسان اللي انت متعلق بيه هو كمان متعلق بيك، وهو كمان مش شايف حد غيرك. زي ما انت مش شايف حد حواليك خالص الا هو. الانسان اللي بيبقى عنده طاقة تعلق ما بيبقاش شايف الناس اللي مهتمية بيه، وكأن في حاجة مأثرة عليه من جواه ومنجذب ليها. عندك انجذاب لشخص بعيد عنك، ولذلك كل الناس اللي حواليك انت مش حاسس باهتمامهم بيك يا برج الجدي. في شخص بيقرب منك حاليا وعامل زي دلك، ممكن يكون صاحبك صديق ليك ماشي معاك في كل مكان. انت عندك تحذير لاشخاص بتجيب في سيرتك بافتراء وكذب، وانت هتوقفهم عند حدهم واديتهم تحذير كذا مرة. ولكن سيب اللي ينبح ينبح، وما تقطعش طريقك وتوقف نجاحك وشهرتك عشانهم. عندك نجاح وشهرة بإذن الله. بالنسبة للجانب المادي أمورك ميسرة، وعندك هدف وفكرة مشروع ناجح معاك، وبتحمد ربنا على الوضع اللي انت فيه يا برج الجدي. انت كمان في أشخاص كتير بتحبك لأنك عندك كاريزما، وناس كتير نفسها تتعرف عليك لأنك عندك مميزات حلوة كتير جدا يا برج الجدي مش موجودة عند حد. برج الجدي انت بتنقل من مكان لمكان او من بلد لبلد، وهيكون عندك حل لخلافات بينك وبين اشخاص وهتتحل على خير باذن الله. برج الجدي انت عندك شخص نرجسي متسلط عليك، طول الوقت بيضايقك بنفسك، عامل يعني عامل نفسه ان هو اقوى منك، عايز يتحداك وخلاص، ولكن انت اقوى منه بكتير وهتنتصر عليه باذن الله. انت شايل حمل وعبء كبير على كتافك يا برج الجدي، ولكن ما بتبينش. عندك ذكريات من الماضي وحنين بتفكر فيه ليل ونهار، بتفكر في حد ليل ونهار وعلى طول بتحن ليه. نفس الشخص اللي انت بتفكر فيه هو كمان بيفكر فيك ومشتاق لك من جوه قلبه، هو كمان حابب انه يرجع لك ويعتذر لك يا برج الجدي. انت قلبك موجوع يا برج الجدي، ولكن اللي بعد عنك هو اللي خسرك. انت عندك عيون كتير عليك، وانت بقيت تلاحظ ده وبقيت بتاخد خطوات بحذر. انت انسان دغري ما بتحبش اللف والدوران، والحاجة دي بتتعب ناس كتير حواليك. انت ما بتحبش الناس الكذابين، وفي ناس كذبت عليك بالفعل. برج الجدي انت زعلت على اشخاص توفاهم الله، ومن بعدهم قلبك وجعك عليهم جدا، ومن بعدهم حزين. انت عندك مميزات حلوة جدا، ولكن للأسف حظك بيوقعك في ناس ما بيتمرش فيهم حاجة خالص، ناس غدارة بمعنى أصح. بتلوم نفسك على ان انت كنت في يوم من الأيام قدرتهم، قدرت ناس ما تستحقش التقدير. انت حاليا اخترت ان انت تتعامل بالمثل مع اللي بيتجاهلك، اللي بيتجاهلك هتتجاهله. بدأت تتعلم من أخطائك يا برج الجدي. خليك دايما متأكد ان انت سند نفسك، وما تسمحش لأي حد انه يؤذيك نفسيا او جسديا. حب نفسك يا برج الجدي، وما تسمحش لأي حاجة تأذيها. ولحد هنا تكون انتهت قراءة البرج الجدي اليوم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. باي.